الفنان أحمد بدير مشغول بقراءة سيناريو مسلسل الميراث الملعون للكاتب الكبير محمد صفاء عامر، والذي تدور أحداثه في الصعيد حول قضية الميراث، حيث نجد أحمد بدير في صراع مستمر مع شقيقه الذي جسد دوره الفنان الكبير صلاح السعدني من أجل الحصول على ميراث والدهم. المسلسل يبدأ تصويره بعد الاستقرار على بقية نجومه ومنهم الفنانة دلال عبد العزيز. ها يا ابني بقيت أحسن؟ أنا الحمد لله بقيت. أنت ما شاء الله بتصلي. طبعا وعمري ما سبت فرض الحمد لله. طب وإيه بقى اللي بيخليك تشتغل في المكان ده؟ النصيب يا ابني، أنا بقالي 30 سنة شغال هنا، ما ينفعش دلوقتي أطلع بره. يعني ربك سبحانه وتعالى اللي بيرزقك هنا مش هيرزقك بره؟ يا ابني ما تقلبش عليا المواجع، كل الحكاية إن أنا بقبض هنا 2000 جنيه في الشهر، ده غير التبس.